بنصبح على حضراتكم مرة تانية، وجي دلوقتي معادنا مع جولة الأهم الأخبار الرياضية محليا وعالميا. اليوم انطلقت ركلة البداية. دندن يا صلاح، مول يا صلاح. للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. Hits one! Oh, what a goal! هنبدا اخبارنا الرياضيه من فريق الاهلي اللي اختتم تدريباته امبارح على ملعب التتش علشان يستعد لمواجهه المريخ السوداني النهارده الساعه 9 بالليل على استاد الاهلي والسلام في المباراه المؤجله من الجوله الاولى لدور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. بيتسو موسيماني المدير الفني للاهلي قال ان مباراه المريخ في غايه الاهميه، خصوصا انها جايه بعد الخساره من سان داونز. موسيماني قال كمان هنواجه فريق قوي قدم اداء جيد في البطوله، لكن لقائنا معاه هيكون تحت شعار لا بديل عن الفوز والحصول على 3 نقاط. كمان محمد الشناوي كابتن الأهلي أكد على أهمية وصعوبة مباراة المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا، وقال إن اللعيبة هتبذل أقصى جهد علشان تحقق الفوز وتسعد جماهيرها، لأنها مباراة مصيرية بالنسبة لينا علشان مفيش بديل غير تحقيق الفوز والحصول على 3 نقاط. نادي الزمالك أعلن بشكل رسمي تولي البرتغالي فريرا مدير فني للفريق خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون، وهيتواجد البرتغالي المدير الفني الجديد في مدرجات استاد القاهرة الدولي يوم الاثنين الجاي علشان يتابع مباراة الفريق قدام الجونة في الجولة رقم 12 من عمر مسابقة الدوري الممتاز. اتعادل فريق التعاون المحترف فيه النجم المصري مصطفى فتحي مع فريق الفتح بنتيجة 1-1 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وده كان ضمن منافسات الجولة رقم 23 من الدوري السعودي للمحترفين. هدف التعادل سجله مصطفى فتحي، وده الهدف الرابع له خلال الموسم الحالي في الدوري السعودي بعد انضمامه لفريق في الميركاتو الشتوي اللي فات. وبكده خلصت أخبارنا الرياضية، هنرجع مرة تانية لمحمد بسنت علشان نكمل معاكم فقرات صباح خير يا مصر. بنشكرك يا دينا.